رسالة مهمة وقيمة مهمة جدا دايما بتأكدها مؤسسة سقيا الماء وبرنامج أحلام مواطن. الأسر دي ما كانوش متوقعين إن حد يروح يساعدهم ويقف جنبهم ويسمعهم، عشان كده دايما هتلاقوا تقاريرنا معبرة من ناس توقعوا في يوم من الأيام ما حدش سمعنا، ما حدش حاسس بينا. مع سقيا الماء وأحلام مواطن الناس دي هتشوفوهم معايا في نفس البرنامج دي ومع نفس ده ومع نفس المؤسسة دي بنقدم لهم اللي هم طلبوه. خلونا نرحب على طول اللي بيشرفني النهارده الدكتور احمد صبري احد علماء وزاره الاوقاف. برحب بك يا دكتور ومنورنا. اهلا وسهلا، كل عام وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم يا دكتور. الله اكبر. قبل ما ابدا معاك في السكه حلقتنا واخد رايك في التقرير ومواضيعنا اللي انت مجهزها لنا بقى النهارده، تعليق سريع في 30 ثانيه، انت نفسك قلت معايا هنا على الهواء في البرنامج ده عاوزين في رمضان نعتبر له فرصه، لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه واستغفار. الناس في رمضان المشاهد انا قلتها في المقدمه، تعليق الدكتور احمد صبري. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أوجه رسالة مباشرة للنائب العام. أقول له جزاك الله خيرا، أنت فعلا أسلكت صدورنا بإلقاء القبض على بعض النماذج اللي استغلت السوشيال ميديا واستغلت عقول أولادنا بشكل مش كويس جدا. إحنا مرتاحين للوضع ده، كمل بقى في نفس الموال أي برنامج أي مسلسل أي حاجة من القبيل ده، أرجوك ارحمنا ريحنا. إحنا مش ضد الفن أبدا يا هاني، احنا مش ضد اي حاجه تماما، هناك فرق تماما يا دكتور. احنا ضد الاسفاف، ضد الابتذال. يعني لما اجيب ضيف واقعد يسب ويلعن ويشتم واقعد اعمل فيه حاجه وتنمر عليه بقى بمطلق اربي ابني ازاي واقول له احنا في مجتمع بيحترم بعضه. يا سيدي الفاضل، البرامج اللي احنا السوشيال ميديا اتكلموا عنها، انتوا يا اصحاب البرامج دي عايشين في كوكب تاني خالص. يا عم رامز انت بتقبض كام في الشهر؟ شوف الناس اللي تعبانة بتقبض يوم بيوم. يا اخي زكاة الحكومة من اول الرئيس لحد اقل واحد في الحكومة تبرعوا ب20% من راتبهم لمدة كام شهر علشان يقفوا جنب الناس اللي ما مش لاقين ياكلوا. حالة استفزازية يا دكتور احمد، عايشينها بعيد خالص عن النقد الدرامي بقى، انتوا بتستخفوا بالناس. يا اخي واحد قاعد بنقول له في البيت، واحد بنقول له ما تطلعش بره بيتك عشان تعرف تاكل ماما، عشان تعرف تعيش. اروح اعرض عليه يعني؟ بالله يا اخي بالله، يعني هل ده يرضي ربنا؟ يا اهل الميديا والاعلام كله، عشان برنامج هيكسب ويحطوا في جيبهم فلوس يستفزونا للدرجات؟ ارجوك النائب العام، ارجوك اقبل راسك، الله يحفظك. انت ما تعرفش انت عملت فينا ايه، كلنا ريحتنا خالص خالص اليومين اللي فاتوا. مش عايز اتكلم عن اي اشخاص، انا مش عاوز برضه الناس تتصور ان احنا بالله. الله يبارك لك، الله يبارك لك، خليك على نفس المنوال، ربنا يسعدك ويرضى عنك. احنا عايزين فعلا البلد تتغير. ده كلام واضح جدا من الدكتور احمد صبري، احنا مع الفن الراقي، انا مش مع اي نقد من اي نوع يا جماعه، انا اتصور احنا بننال من اي شخص اي حد، ولكن هي ظاهره خصوصا ان انت رمضان استثنائي وحتى الدراما استثنائيه. احنا معانا وقت يا جماعه. طيب انا هاخد تعليقك على التقرير، عشان انا شايف ان 9 اولاد وبنات والبنت تقول لابوها الرسائل دي كلام مهم جدا، وموضوع بقى سقيا الماء والدعم والموضوع المهم المفاجاه الجميل بتاع رمضان اللي سيادتك هتقوله لنا النهارده للساده المشاهدين. هاخد اجابتك على السؤال ده، ولكن هطلع فاصل سريع وارجع اخد اجابه من حضرتك. فاصل سريع ونرجع نكمل مع الدكتور احمد صبري، استنونا، اللي جاي يستاهل تستناه. مرحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين، وقت الخير تماما دلوقتي مع سقيا الماء واحلام مواطن. بس عاوز اقول جمله واجري على طول على الدكتور احمد صبري. الاعداد في اول يومين في رمضان وكنت بتناقش قبل الفاصل مع الدكتور احمد، امبارح كان 227 وقبلها 200 وكذا، يعني بدا شهر الخير واعداد المصابين بكورونا في مصر بتتزايد. ليه؟ ارجع للي هاني قاله في اول الحلقه. دكتور، العطاء والجود، سقيا الماء، الاحساس بالفقراء، البسطاء في كل المحافظات، عرضنا تقرير مهم جدا ناكد بيه دعم المؤسسه المستمر لاهلنا الطيبين لا سيما في شهر الخير. الجود صفه قويه جدا في الاسلام، سيدنا النبي والصحابه، كلام مهم حابب اطبقه على ارض الواقع واحنا بنتكلم عنه في 2020 في عمل الخير. اول حاجه بس انا عايز اقول انه اللي بيسمعوني ابائي وامهاتي واخواني واخواتي، حته الاولاد زياده بيرهقنا كلنا. فما ترهقش نفسك بعدد اولاد كتير جدا وما تعرفش تربيهم كويس وما تعرفش تعلمهم كويس. انا عايزك تجيب واحد او اتنين تعلمهم احسن تعليم وتخلي بالك من صحتهم كويس جدا، يقوم ينفعوك وينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع اللي عايشين فيه. لكن ممكن اجيب 5 و6 و7 و8 و9 فالحمل يتقل عليا فمش هعرف لا ربي ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. فنخلي بالنا.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمة ما يوم القيامة. هيباهب مين وإحنا في آخر الديل خالص، في آخر القائمة؟ أنا عايزك تجيب واحد وتنجح، تخليه في نشاطه، في تعليمه، في تخصصه، حاجة حلوة. التباهي هنا مش بالعدد فقط، التباهي بعناصر كتير. لا، إحنا محتاجين إن إحنا نوضح الحتة دي علشان برضو كلنا إحنا مشتركين في الليلة دي مع بعض. فعلشان نوصل بولادنا لبر الأمان، لازم أعلم اللي بيسمعني واللي بتسمعني. حرام إن أنا أجيب عدد من الأولاد بالشكل ده فالحمل هيتقل مني. هتقول لي ما هم هيجوا برزقهم، ما هو ربنا ما أمرنيش إلا إن أنا أخذ بالأسباب. يا سيدي خذ بالأسباب، ما ينفعش أجيب الأولاد والأب والأم والأولاد ممكن يكونوا عايشين في حجرة واحدة، في غرفة واحدة. ده مش تربية، ده مش صح. ده التقييس اللي احنا أزعناه كان كده. ده مش صح، ده تربويا ودينيا وكل حاجه. فرقوا منهم في المضاجع. نعم، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم. فخلي بالنا من الحته دي، لان احنا بناخد من الدين اللي على هوانا واللي على مزاجنا وبنفسره باللي ينفعنا. نعود بقى لموضوع الجود وموضوع الكرم. هتلاقي انه ربنا سبحانه وتعالى جواد. ايه الفرق بين الجود والكرم؟ الجود انك تدي من غير طلب، من غير ما يتقال لك هات. مين اللي جاد عليك بعينيك واذنك ولسانك وجسمك كله؟ مين اللي جاد عليك بجهاز المناعة، الجيش القوي اللي في جسمك اللي واقف بالمرصاد لأي حاجة بتهاجم جسم الواحد ممكن تحصل وانت نايم وما حسيتش بيها أصلا؟ ربنا سبحانه وتعالى. جهاز المناعة ربنا ادهولك بجود منه بتديله عليه كام يوميا؟ ده الأطباء بيقولوا، بما ان احنا بنتكلم في كورونا، بيقولوا في ناس كتيرة جدا بيجي لها خلايا سرطانية جهاز المناعة بيقضي عليها وهم نايمين وما يحسوش ان كان عندهم خلايا سرطانية. مين اللي اشتغل معاك بدي؟ مين اللي سترك؟ ربنا. لو المعاصي كلنا يا عم هاني، انا وحضرتك والمشاهدين، لو المعاصي ليها ريحة محدش هيطيق حد. مين اللي سترك؟ مين اللي بيديلك من غير ما تقوله انا عايز كذا وكذا 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 ارزقني؟ بيديك كل حاجة. مين اللي اداك الزوجة واداك الولد؟ مين اللي بيعمل لك كل اللي انت عايزه؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهو جواد يحب الجود سبحانه وتعالى. الكرم بقى انك انت ينطلب منك فتدي. بس العطاء من غير ما ينطلب منك اعتقد يا دكتور احمد أرقى. ده ارقى، ارقى واعلى، أرقى. زي برضو المحتاج اللي هو يحسبهم الناس اغنياء من التعفف، لا يسالون الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحاجه، رغم ان ممكن يكون محتاج. ما بص بقى، يعني في الفئه دي كده اللي صحيح. محتاج بيتصرف كده، واللي عاوز يعطي يجب انه يتصرف كده. صحيح. النهارده احنا كلنا، شوف احنا، انت في المقدمه بتاعتك الحس بتاعك انك بني ادم عايش مع الناس، انت بيهم. ما هو هاني من غير الناس مش هيعرف يطلع يقعد قدام الكاميرا مزبوط. ويبلغ الناس، لانه اللي احنا بنشوفه مش كل الناس بيشوفوه. فاحنا واسطه بين الناس الطيبين اللي عايزين يعملوا خير والناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا وعليهم ويكرمهم ويجعلنا سبب ان احنا نكون النور اللي بينور لهم وينفعنا وينفعنا كلنا في الدنيا والاخره. فبتيجي تلاقي انه الحرم دلوقتي مفيش عمره. مفيش ايه؟ عمره. ليه؟ ظروف كورونا. وانا عايز اقول كلمه دلوقتي بالمناسبه، السوشيال ميديا في ناس حريفه ان هم يهجموا مثلا على وزير الاوقاف الحالي. مش عشان انا بشتغل في وزاره الاوقاف امام، لا لا لا، اتقوا الله. هم بيقولوا ان هو بيمنع ومفروض نبدا نرجع وبنشوف السلوكيات الفرديه طبعا مرفوضه. ده بيقفل المساجد، هو يعني مش بدع من الناس، ده كل الدول الحرم المكي اتقفل يعني، ده كل الدول الاسلاميه، كل الدول قافله مساجدها خايفه. لانه حتى افغانستان يوم الجمعه اللي فاتت، يوم الخميس اللي فات، الاطباء في افغانستان في باكستان، انا اسف، في باكستان طلعوا بيان وكلموا الرئاسة وكلموا عندهم الحكومة وكلموا وزير الأوقاف، قالوا له نتوسل إليك اقفل المساجد علشان خطورة انتشار المرض ده كارثي في باكستان، في باكستان الخميس اللي فات ده. فالراجل ما عملش حاجة في يعني مختلفة عن غيره، كلمة حق تقال يعني يا دكتور، هو خايف. ففي ناس بقى حريفة ينزلوا كلام وآيات قيلت في حق المشركين ينزلوها على حق الراجل، وده ما حصلش. الحرم مغلق دلوقتي وما فيش عمرة. طب ما تيجي نكلم المشاهد ونقول له كأنك اعتمرت. أيوة، كأنك اعتمرت. يعني إيه؟ يعني هات فلوسك نستر بيها واحد، ندخل بيها مية البيت ما عندوش مية، نجيب بيها أكل ولبس الواحد مكشوف عايز ربنا يستره،
نفسه ربنا يستره. هات فلوسك نعمل بيها الحاجة دي وكأنك اعتمرت، والله ثواب العمرة لك. كان في واحد تركي كان بيشتغل شيال اسمه فخر الدين أفندي، كان بيشتغل شيال في السوق وقعد مع نفسه كده قال أنا نفسي أبني مسجد. فقال طب أنا ابني ده أنا شيال، الفلوس اللي بجيبها باكل بيها يا دوبك، هبني منين؟ فراح قايل لنفسه إيه؟ طب عايز تاكل لحمة؟ عايز تاكل كباب؟ كأنك أكلت كباب، وحط الفلوس بتاعت أكلة الكباب في صندوق وافضل حوش. قعد يحوش 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 فلوس لحد ما اشترى حتة أرض وعمل حتة مسجد صغير سماه كأنني أكلت. المسجد ده لسه موجود لحد اللحظة. المعنى كأنني أكلت عشان فلوس الأكل اللي كان المفروض ياكل بيها كان بيحوشها فبنى بيها المسجد. وبنى بيها المسجد. نفس الفكرة يا دكتور. وجا بعد الحرب العالمية المسجد ده اتدمر، بنوه وسموه بنفس الاسم وموجود، والشباب اللي ممكن يخش على جوجل إيرث دلوقتي يكتب مسجد كأنني أكلت. عاوز تقول في كلامك كده يا دكتور احمد كأنني اعتمرت وانت بتوجه رسالة للناس؟ ايوه كأنك اعتمرت. فرق بينك وبين الراجل الشيال ده، بدل ما كان ياكل الأكلة يروح حاطط فلوسها في الصندوق. انا بقول لك ما تروحش تعمل عمرة دلوقتي، العمرة اصلا مقفولة. كأنك عملت، تعال نبني بيت لواحد نستر واحد وكأنك اعتمرت، والله بل افضل من عمرتك عند ربنا دلوقتي وجاي غصب عننا. إن جالك الغصب خليه بجميلة يا سيدي، ده جاي غصب عننا. كم واحد كان بيروح يعمل عمرة يا سيدي من مصر في رمضان وفي العشر الأواخر؟ آلاف مؤلفة. أنتوا فين؟ أنا عايز الاتصالات دلوقتي على الأرقام تقول أنا عايز، وكأنك تعال ما تيجي تعمل معانا، تعال طوف معانا على الناس دي، تعالوا والله تعالوا. أنا عايز نعمل دلوقتي باص يا عم هاني. نقدر نعملها يا عم هاني؟ نقدر نعمل باص، الباص 49 واحد. نقدر العمرة، أقل عمرة بكام يا عم هاني؟ قول على الهوا. 15,000 مثلا؟ لا، أقل عمرة ب 20,000 دلوقتي. الباص 49 واحد، يعني 50 واحد. نقدر أنا وأنت نعمل، نحط إيدينا في إيد بعض ونعمل مبادرة ونحط إيدينا ويجي لنا 50 اتصال. أنا معاك في أي خير يا دكتور. أنا إيدي في إيدك في أي خير ومبادرة بتلقى الدكتور أحمد على الهوا يا جماعة في الظروف اللي إحنا عايشينها، قول يا دكتور. ويجي لنا 50 اتصال لمؤسسة سقيا الماء، ال 50 اتصال عايزين يدفعوا أقل واحد فيهم 20,000 جنيه، أو خليهم 35 نعمل بيت. يلا. أنت الخير مفتوح بقى، يلا. أنت بتتكلم في الفكرة في المعنى. أيوه. وكأنك اعتمرت، قول يا رب فلوس العمرة أهي أنا هدفعها أستر بيها واحد. أكن واحد فيها من البرد، من الحر، اجيب له حته ثلاجه، حته بوتاجاز، استر واحد، اساعد واحد ان هو مريض، اقف معاه اعمل له عمليه بتاعته. يا سيدي في عمليات هنعملها وهنوزعها للناس كمان شويه، هيشوفوا احنا هنعمل ايه مع الناس. في تقارير مهمه الفتره الجايه. وبالتحديد يا ربي يمتعكم بالعين بالنظر، بالتحديد العين يا عم هاني. هنعمل نشاط كبير جدا في الموضوع ده، احنا داخلين مبادره اهالينا بتقول يا ناس تعالوا معانا. أي والله احفظوا الكلمة دي، قولوا أحمد صبري قالها على الهوى كأني اعتمرت، وهتروح عند ربنا هتلاقي ثواب عمرتك أضعاف. يلا يا جماعة مضعفة. بكمل مع الدكتور أحمد صبري وسوقي ماء وأحلام مواطن، كأنني اعتمرت بفلوس العمرة اللي كنت المفروض بتطلعها في آخر 10 أيام في رمضان أو حتى على مدار الشهر كله. التواصل مع سوقي الماء، وخدوا بالكم سوقي الماء دايما بتوريكم بالصوت والصورة ليس فقط أنشطة المياه بقى وحفر الآبار وتوصيل المياه، ولكن مبادرة أهالينا وشغل بقى قوافل طبية ودعم أهالينا الفقراء والبسطاء، كل أنواع الدعم. مبادرة بعلنها مع الدكتور أحمد صبري على الهوا كأنني اعتمرت، تواصلوا مع سوقي الماء عشان نأكد الرسالة المهمة في الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها. في 30 ثانية عشان لازم اختم يا دكتور كلمتك. اخر حاجة اقولها، انا نفسي افرح انا وانت اخر الشهر، المبادرة دي تجيب نتيجة ونروح مع الناس دي كأن احنا رايحين العمرة، بس العمرة دي هتنظف وهتعمر قلبي لما اعمر بيت واحد عشان استرضي رب العالمين. استرضي رب العالمين، دي كانت اخر كلمات الدكتور احمد صبري في نهايه حلقتنا. بشكرك جدا جدا دكتور احمد ونورتنا. شكرا. الحلقه خلصت، لكن احلام مواطن والخير مع سقيا الماء لم ينتهي، كل يوم جايين معاكم بالخير. اعتقد المبادره كانت مهمه جدا اللي قال عليها الدكتور احمد صبري، وسقيا الماء دايما مكمله مع اهالينا الطيبين من خلال مبادرات كتير متنوعه ومتعدده. سؤال حلقتنا باكد عليه تاني على مدار الاسبوع يا جماعه اللي قلناه امبارح، تابعونا واتصلوا على الارقام اللي بتبقى موجوده على صفحه البرنامج عشان ان شاء الله في اخر الاسبوع في الهدايا اللي احنا قلنا لكم عليها. فدايما السؤال اللي انتوا بتشوفوه معاكم على الشاشه عشان تتواصلوا معانا على مدار الاسبوع. تقبلوا تحياتي هاني عبد الرحيم، اشوفكم ان شاء الله بكره، والخير لم ينقطع وكأنني اعتمرت، اجري على سقيا المال.